السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هنين، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. المهم جيتكم هذا النهار بواحد الوصفة ان شاء الله بغيت نتقاسمها معكم. هادي شحال ما حطينا حتى شي حاجة، ما حطينا لا حتى شي وصفة، وهذا النهار ان شاء الله جيت نتقاسم معكم واحد الوصفة ان شاء الله بإذن الله. المهم الدجاج في الفران ان شاء الله غادي نرفقوه بشي خضيرات. المهم نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي، ومرحبا بالف مرحبا بالناس القدام. وبغيت نقول لكم بهذه المناسبه هذه عواشر مبروكه، الله يدخلهم علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتو، ومسبقا عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم يا ربي ان شاء الله بكل فرح وسرور. المهم البنات دابا غادي نتعرفوا على المقادير ان شاء الله باذن الله وطريقه التحضير، ونشرموا دابا ان شاء الله الدجاج، ومن بعد ان شاء الله المهم خليكم معايا وتعرفوا الوصفه من اولها لاخرها. المهم عندي هنا دابا الدجاج اللي نقيته وغسلته وقطعتو هكا مرصوات صغار. المهم نتوما كل واحد على حساب الافراد العائله ديالو، انا درت هنا غير على حسابي. المهم عندي هنايا طريفات الدجاج، عندي هنايا بصله مشلضه هكا دواور، عندي هنايا خزوه مقطعه دواور، عندي هنايا الفلفله خضراء مقطعه هكا حتى هي دواور، وعندي هنا جوج سنانف ديال الثومه، عندي هنايا سكينجبير عرق خضر من الاحسن، عندي هنا التحميره، عندي هنايا الفلفله الكحله، عندي هنايا لو كوري، وعندي هنايا شويه الزعتر، عندي هنايا الملح بطبيعه الحال، عندي هنايا هاد العطريه هذه ديال الدجاج، وعندي هنا الخرقوم. المهم على بركه الله البنات غنبداو ان شاء الله بالشرموراء ديال الدجاج ديالنا. غنديرو الطريفات ديال الدجاج، غادي نزيدو عليهم هاد العطريه هادي هكا، نزيدو عليهم البواغ، شويه التحميره شويه ماشي بزاف ما كتروش، شويه د الزعتر، شويه ديال الكوري، سكينجبير، ونحكو دابا الثومه، المهم غنحرك هادشي كامل. انا ما غنديرش الزيت دابا، المهم غنخلي هاد الدجاج هذا يتشرب هاد العطريه كامله. المهم غنخليوه هنا على الجانب، غناخدو البلا ديالنا غنفرش فيه هاد البصيله هادي هكا،
الفولية انا كنستعمل يدية، ما كاينش بحال اللذة ديال اليدين، كتلمسي كل شيء بيديك وكتعرفي وشنو كديري. المهم من بعد غندير الخزوات ديالي. المهم نتوما البنات ديروا على حسب الكمية ديال الأفراد العائلة ديالكم، أنا حنايا الحمد لله قلال دونك ما غنكترش. المهم دابا غادي ندير دوك الطريفات ديال الدجاج ديالي هكا في البلا. كما شفتوا معايا راني ما درت لا زيت لا والو، ان شاء الله حتى نبغي نديرها في الفرن وغادي ندير فيها شويه الزيت، وما غادي ندير فيها لا ما لا حتى شي حاجه حيت راه كلشي غادي يطلق الماء ديالو. دونك غنخلي هكا يرتاح مع راسو واحد شويه، تدخل ديك العطريه في الدجاج وفي في المهم تدخل ديك العطريه في الدجاج. من بعد ان شاء الله غادي ندير فيه واحد الزويته قبل ما ندخلو الفران، غادي ندير واحد الخويط ديال الزويته وشويه ديال المعدنوس وان شاء الله غندخلو الفران. المهم هادشي اللي كاين. المهم هاد الاكله بسيطه يعني خفيفه فهاد الصعوبات هادو. دابا بنادم كيبغي يشرب غير شي حاجه بارده يعني الماكله ما بقاش كياكل بزاف. دونك المهم هاد الاكله هادي خفيفه الحمد لله يعني ما فيهاش. المهم غادي نرافقها انايا بالبطاطا صوتي وان شاء الله. المهم خليكم مع التتمة ديال هاد الوصفه هادي ان شاء الله باذن الله. يلا المهم البنات من بعد نرجع لكم ان شاء الله. المهم البنات هو كنت من بعد ما دخلته للفران راه مازال ما يطيب، خصو عاد واحد شويه ان شاء الله عاد وغنرجعو للفران ان شاء الله ومن بعد نوري. المهم البنات رجعت لكم من جديد، بغيت نوريكم الوصفه ديالنا كيفاش طلعت لينا في الاخير. المهم ها هي بعد ما جبدتها من الفران كتجي محمره وزوينه وما نعاود لكمش الريحه. يا سلام فريمون ديك العطريه ديال الدجاج زوينه بزاف مع الجونجومبر فري كتجي واعره. المهم انا قدمت معاها ان سالاد كومبوزي مع البطاطا ومطيشه والخس، درت معاها دي فريت فينالمون ما درتش دي بوتيتوس باسكو الاولاد قالوا لي ديري لي ديري لنا لي فريت، دونك درت معاها لي فريت على حسب الدراري. المهم البنات هذه هي العشيوه ديالنا البسيطه قسمتها معكم. المهم خليت لكم الراحه البنات، كنتمنى ان هاد الوصفه تنال اعجابكم وانكم تجربوها وتخليو لي في لي كومونتير ان شاء الله كي جاتكم الوصفه واش زوينه ولا لا. المهم البنات امسيه سعيده والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم البنات وتهلاو في رسانكم. السلام عليكم.